ما حكم من يقول لزوجته يا بنتي ايه يا بن يا بني يا إيه؟ يا بنتي، لأنها تحرم من أبوها في الصلاة تقول لزوجها يا بابا. النيات غير متوفرة للظهار دي، لا يقصد إنها يا بنتي إنك محرم عليا زي بنتي، لا هتقول لي يا بنتي ولا وهي تقول يا ابني اسكت. هذا داب المصريين المتأخرين المعاصرين، قل يا ابني بقول لك كذا كذا يا ابني، هكذا تقول للزوجة لزوجها، يعني لم تتوفر فيه نيات إنه ابنها، إنما دلل بعضهم بعضا.